بسم الاب والابن روح قدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته الان وكل اوان ظهر الدور كلها امين. بنعمه ربنا نتكلم عن موضوعين. اول موضوع عن البناء الكنسي للخادم او العمق الارثوذكسي. كلنا عارفين الايه بتاعه يوحنا 4:24، الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسلكوا. مبدئيا كده يعني أقول مقدمة عملية في خدمتنا مع أولادنا. كتير نبقى بنقدم الطقس بدون ما نشرح معانيه، كتير بنخليهم يحفظوا حاجات أو يرددوا صلوات من غير ما يبقى ليهم إحساس باللي بيصلوه، وده بيخليهم يدخلوا في يقولوا عليها صنمية العبادة، فتبقى العبادة واخدة شكل في عبادة بالشفتين، وده بيعمل مع الشباب ومع البنات ولما يكبروا شوية بيعمل فجوة بينهم وبين العبادة، لأنه بيشعر إن هي حاجة إلى حد ما روتينية، ودايما يقول لك ما هي صلوات، ما هي محفوظة، ما هي حركات محفوظة، أنا مش يعني مش بقدر أحس قوي، ويكلمك عن الأجبية، ويكلمك عن التسبيح، ويكلمك عن القداس. يعني لولا القداس إن في جزء التناول ده كان ممكن يبقى يعني مش ضروري قوي، والود وده يجي على إيه؟ على التناول. يعني يقول لك يعني دي حتة اللي فضل عندهم حتة التناول، لكن طبعا الكلام مش كده خالص. القداس مش هو التناول بس، ده رحلة جميلة تنتهي بالاتحاد بالمسيح في التناول، لكن هي مش مجرد التناول. عشان كده احنا في موضوعاتنا وفي خدمتنا بنركز على البعد الكنسي، ازاي المخدوم يدوق الكنيسة، ازاي المخدوم يبقى حاسس انه يعني. كنت قريب بكلم مع مجموعة شباب وشابات بقول لهم أنا عايزكم تغمضوا عينيكم لثواني وتتخيلوا حياتكم من غير الكنيسة. ما عندناش كنيسة، إحنا عايشين في بلد ما فيهاش كنيسة. تخيل حياتك لا صوم كبير بقى ولا عيد البشارة النهاردة كل سنة طيبين ولا البسخة، ده إيه ده؟ إيه ده؟ دي حياة مرة، ولا اعتراف بقى ولا مناسبات ولا أصواب. يا رب ارحم، ده إحنا نشكرك يا رب. فاكرين رحاب لما الجاسوسين قال لها تحطي الحبل ده من القوة وتدخل اجمعي أنت وأهل بيتك وإخواتك وأصدقائك وأقاربك وكل اجمعيهم يدخلوا في البيت، أما كل من هو خارج البيت فدمه على رأسه، لكن اللي جوه البيت دول إيه؟ إيه هو البيت؟ ده الكنيسة. فعشان كده عايزين نقول إحنا بنقدم العبادة إزاي. ربنا كان بيتكلم مع موسى النبي، يروح يقول لفرعون كلمة اتكررت كتير في سفر الخروج، قالك اطلق شعبي لإيه؟ ليعبدوني. قال ليعبدوني على هذا الجبل. من مقاصد الله لحياتنا أن تكون فيها عبادة وإكرام لله. مين بيقدم لي العبادة والإكرام لله كما يليق؟ الكنيسة. لأن أنا لو سابوني أصلي صلوة في الحقيقة يعني أقول لي كلمتين كده وأنعس، لكن الكنيسة تخليني أشكر وتخليني أقول مزامير وتخليني أقول ارحمني يا الله، تخليني أقول كريال عيسون، وتخليني أقول طلبات، وتخليني أقول أنجيل، بتخليني أقدم عبادة مقبولة. طب إيه بقى الحياة الأرثوذكسية دي والعبادة؟ العبادة في الكنيسة اللي هي الخدم الإلهية والأسرار التي بها نأخذ المسيح يسوع بملئه. العبادة في الكنيسة هدفها ان احنا ناخد ايه؟ يسوع المسيح. من غير العبادة ربنا يسوع، من غير العبادة هو في الحقيقة ممكن يبقى فكرة. الأرثوذكسية مش فكرة. التجسد من غير الإفخارستية ممكن يبقى مجرد فكرة عقيدة، لكن لا، ربنا يسوع ما خلاش العلاقة بيننا وبينه تبقى مجرد فكرة. لا، هي ايه؟ هي أعمق من كده بكتير. فتخلينا ناخد المسيح يسوع بملئه في سيرة حياته،
بالأعياد والمناسبات التي نقوم فيها بنقوم بها في الكنيسة المقدسة. مش تشعر معايا ان يوم عيد الميلاد ان يسوع اتولد؟ طب مش تشعروا معايا ان لما نحضر يوم الجمعة الكبيرة ان النهاردة يوم صلب ربنا يسوع، ونشعر في القيامة النهاردة يوم قيامته فعلا؟ الكنيسة بتخلينا ناخد المسيح بإيه؟ بإيه؟ خلي بالك من كلمة دي، نأخذ يسوع المسيح بملئه في سيرة حياته. والأعياد بتنقل لنا الكلام ده، نحيا فيها حياة المسيح على الأرض، كذلك في الأسرار الإلهية التي تشركنا وتدخلنا في المسيح يسوع بشكل حقيقي وفعلي مش معنوي. في الإفخارستية سر الشكر بشكل خاص تقدم لنا يسوع المسيح بجسده ودمه الأكرمين. في الليتورجيا يطل علينا الرب يسوع المسيح بشخصه بكل ما في الكلمة من معنى، ليس على سبيل الرمز أو التصور. يعني احنا في الأرثوذكسية مش بنتخيل ان المسيح حاضر في وسطنا ويعني كده نغمض، لا، ده احنا نقول يسوع المسيح إلهنا في وسطنا الآن، ها، لمجدي ومجد أبي، يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا، هو حاضر في وسطنا. ده الشعور الأرثوذكسي اللي عايزين ننقله لأولادنا فعلا ويتدربوا عليه فعلا. عشان كده نقدر نقول كده، في الليتورجيا يطل علينا الرب يسوع بشخصه بكل ما في الكلمة، ليس على سبيل الرمز أو التصور أو الوهم، ويطل بوجهه الحبيب علينا ونشترك معه، ندخل في سر ألامه وموته وقيامته. عشان كده أبونا يقول لنا تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي، تذكرون إلى أن أجيء. فإحنا بنعيش حياة المسيح في الليتورجيا بكل ما فيها، نموت معه بالحقيقة في الليتورجيا عن إنساننا العتيق الباطل القديم. يعني أنا لازم أوضح لولادي أن أنا لما بحضر قداس دي رحلة توبة، دي رحلة قداسة بأميت فيها، بأطرح فيها خطاياي أمامه، وبقدم جسدي مذبوح من أجله، واشترك معه في ألامه لكي ما اشترك معه في قيامته. الكلام ده كله لما أنا أعيد وأزيد فيه مع أولادي، أصبحت الكنيسة مش مجرد حاجة يدفع إليها المخدوم من خلال حاجتين، بيته والكنيسة. طب هو فين؟ خلي بالك معايا، المخدوم مدفوع بإيه؟ بحاجتين، بيته عمال يقول له إيه؟ يا ابني تناول، يا ابني تناول، والكنيسة بتقول هو نفسه راح فين بقى؟ ممكن ده نقبله لغاية مرحلة إعدادي مثلا. طب بعد كده هل بقى يجي بملء إرادته، ولا نلاقي النتيجة إنه هو ابتدى يبعد؟ طب دي يبقى مسؤولية مين بقى؟ إذن في مشكلة عندنا إن إحنا ما دوقناهوش. إحنا إديناه الأمر اللي كان إلى حد كبير هو بيعمله بشكل يعني روتيني، إجباري، إلزامي، سموها زي ما تسموه. حتى الأهل كلكم بتجربوا بتشوفوا إن ييجوا يشتكوا لنا يقولك الولد ما بقاش يجي، بقت موضوع النزاع في البيت بين الأسرة وبين الولاد، يا ابني قوم، مرة باللين، مرة بالشدة، مرة بالخصام، مرة بكذا. طب ما كان في ايدينا من الاول ان احنا نفهمه ان انت اللي بتحصل على نعمة سمينة. فنموت معه بالحقيقة في الليتورجيا عن انساننا العتيق الباطل القديم، ونقوم معه كل منا شخصا جديدا في الرب يسوع بكل ما في الكلمة من معنى. الاشخاص اللي تقابلوا مع المسيح هم دول الكنيسة في كل زمان وفي كل مكان. كل معجزة صنعها يسوع وكل تعليم قاله ربنا يسوع ده هو الكنيسة. يعني احنا دلوقتي كده اسمنا الكنيسة. الموعظة على الجبل دي الكنيسة. شفاء المولود أعمى باللي حواليه دي الكنيسة. البركة اللي قاعدين حواليها مرضى بأنواع كثيرة، عمي وعصم وعرج، دي الكنيسة. هي دي الكنيسة، هي دي الكنيسة احنا اللي متجمعين فيها. الأشخاص اللي تقابلوا مع ربنا يسوع هم الكنيسة في كل زمان وفي كل مكان. إذن الليتورجيا هي الذاكرة الحافظة لعمل المسيح مع الكنيسة. الليتورجيا العبادة، الكنيسة هي الذاكرة الحافظة
الذي نقرأه في الإنجيل مشروحا بوسط الاحتفال الليتورجي. الكنيسة بدون ليتورجيا لا تعد أكثر من مجرد كيان اجتماعي. الكنيسة بدون ليتورجيا لا تعد أكثر من إيه؟ كيان اجتماعي. اجتماعات اجتماعات اجتماعات. لكن في الحقيقة لو الاجتماعات دي لم تتوج ولم تكلل ولم تغرس في جسد المسيح الحقيقي عن طريق ان احنا ناخد جسد ودمه، هيبقى لقاء اجتماعي، يبقى ما نقدرش نقول عليه انه مفيد. عشان كده الكنيسة هي جسد المسيح الذي يكمل بها وفيها كل نعمة. كلكم عارفين ان احنا دلوقتي نمثل جسد المسيح، نحن جسد المسيح اعضاؤه. بنلتقي فين؟ في الكنيسة. واحنا نقدر نقول كده لو قدمنا الأرثوذكسية بجمالها وعزوبتها وممارسة أسرارها بفهم في الحقيقة هتتغير حياتنا. عشان كده بقول انه ممكن يكون احنا لازم نفحص نفسنا، هل احنا قدمنا الكنيسة لولادنا كما يليق وكما يجب حتى تصير محبوبة ويبقى فعلا بنقول المزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. وقفت يعني عارف أنت اللي واحد يقول لك أنا لما رحت هناك، عارف كلمة لما يقول لك أنا تسمرت؟ يعني إيه تسمرت؟ من الجمال، من البهاء، من التفاعل، من الحب. الأرثوذكسية مبنية على الممارسة أكثر من المعرفة. عشان كده تلاحظوا كنيستنا القبطية تعمد الطفل قبل ما يكبر، عكس اخواتنا الكاثوليك يقول لك لا لما يكبر عشان يفهم. لا، اصل هي قايمه على الممارسه اكتر منها على الايه، على المعرفه. اذا لما الولد يدرك، وطول ما انا عمال اعلمه عمال اغرس فيه الحاجتين، الممارسه والمعرفه، المعرفه والممارسه، ده يبقى لصالحنا جدا. عشان كده بخليه يتعمد وخليه يتناول هو لسه ما ادركش، بس عنده حاجه اسمها الايه، التعليم الوجداني، عنده احساس بالقداس وبالبخور وبالرؤية وبالسمع. احنا بقى لازم نعرف كده، احنا لازم نؤمن ان عندنا الممارسة تسبق المعرفة. طيب تخيل بقى لما احنا بقينا عندنا ممارسة بدون معرفة، ده يحصل ايه فيها؟ تحصل فيها مشكلة، تحصل فيها مشكلة. عشان كده الأرثوذكسية تعتمد على الممارسة، لكن لو بمعرفة هتبقى إيه؟ تبقى أفضل. والجيد فيها أن كل ممارسة بها معرفة، وكل عقيدة لها طقس، وكل طقس يعبر عن عقيدة. لا يوجد ممارسة طقسية في الكنيسة إلا ما لها جدر عقيدي. لا يوجد ممارسة طقسية في الكنيسة، يعني لما تلاقي أبونا كده ماسك شرية ده له جدر عقيدي. لما تلاقي أبونا بيطوف حوالين المسبح، لما تلاقي أبونا بيلف في الكنيسة، لما تلاقي أبونا بيرجع بالبخور، لما تلاقي الكنيسة ملأت بالبخور، لما تلاقي إن في دورات في الكنيسة، لما تلاقي في مرضات، لما تلاقي في حركات، كلها تعبر عن عقائد. وبإبداع الروح جعلت الكنيسة عبادتها وتسابيحها وطقوسها هي تطبيق عملي لعقائدها. عارف السطر ده بس ده ممكن تبحث فيه، يبقى يعني بحث. تذكر كنا مرة أخذناه كورس للأباء الكهنة، أخذنا فيه تقريبا 8 مرات. العنوان بتاع الكورس كان اسمه كده، عبادتنا الليتورجية هي تعبير عن عقائدنا الأرثوذكسية. عبادتنا الليتورجية هي تعبير عن ايه؟ عقائد. طبعا كل عبادة تعبر عن عقيدة، فالكنيسة خلت الاتنين يبقوا مربوطين ببعض. طب احنا بقى بنشرح لولادنا الكلام ده، بنفهمهم ايه الدورات، بنفهمهم ايه المعاني. عشان كده بنقول العبادة الأرثوذكسية تعبر عن حركة الإنسان نحو الله لتمجيد الله، زي ما كنت بقول أن يعبدوني في هذا الجبل، تمجيد الله. في العبادة يشعر المؤمن مثلما يشعر الرضيع نحو حضن أمه، فهو يحن إلى مكانه الطبيعي، لذلك هو يسبح قائلا يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. حط تارجت
وانت بتعلم ولادك في تانية تالتة رابعة، رابعة خمسة ست، حط تارجت. الولاد ابتدوا يعرفوا يعني ايه كنيسة ويحبوها، مش مجرد كمكان لالتقاء صحابه، ولا لانه في خدام بيحبهم، ولا لانه مجرد بياخد باكو بسكوت او هدية، لا، ده ابتدى يدرك ويفهم على قده يعني ايه كنيسة. الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج فكر ممنهج، محتاج اتفاق، محتاج قبلها حاجة مهمة جدا، وربنا يعني يدينا كلنا، ان انا نفسي كخادم يبقى لي هذا التذوق. لان ازاي انا هقدم حاجة انا نفسي ايه مش متفاعل معها؟ هل احنا حاسين بقيمة الكنيسة وحبة الكنيسة وفرح الكنيسة؟ هل بنحب العبادة؟ هل لما بيجي يقولوا لنا نحضر قداس في الصوم تقول هذا طويل؟ لا، بيقول لك بيقولوا نبوات وبتاع مش عارف الكلام ده، لك لا لا لا، نيجي على الانجيل. طب هو تيجي على الانجيل انت فاتك كتير قوي، ده انت فاتك كتير قوي. قلت له هو ايه لازمته التطويل ده؟ اقول لك التطويل ده للتقديس. انا لما بحب ربنا بحب اوجد قدامه اكبر فترة. انت عارف ليه الكلمات في الكنيسة ملحنة؟ ما احنا ممكن نقول الكلام دمج، ياخد مثلا 12 دقيقة تقريبا من صلاة الصلح للتناول، لو اتقال الكلام دمج ياخد 10 دقائق مثلا. يعني تقول كده: يا الله العظيم الابد الذي جاب الانسان غير فساد، والموت الذي داخل عام بحسب ليس هدمت الزر واحد كده مثلا. لكن لا، ده احنا نقول يا الله ايه ده يعني؟ طب ليه؟ عايز اقف مع ربنا اكتر. بس هي نفس الكلام، مش هنجيب كلام جديد، هو بس واحد حابب يقف ايه؟ يقف اكتر. فحبينا نطول الوقفة بس مش اكتر. وطبعا لما قلنا يا الله كده بنغمة كده خلت قلبنا ايه شوية ايه يتفاعل مع الكلام. عشان كده هل احنا بنعلم ولادنا الكلام ده؟ العبادة الكنسية تجعل ملكوت الله حاضرا في العالم وتحول الارضي وتغيره الى سماوي، والمادي الى روحي، والانساني الى الهي، وذلك بقوة الروح القدس المحي. طبعا ما احنا لما نحضر في الكنيسة بعبادة حقيقية فعلا نصير الارض سماء، نصير الارض سماء. احنا بنصير الارض سماء وبنحول الزمن الى ابدية. مش ممكن تحضروا سهرة كده في الكنيسة تقول يا ده الوقت جري؟ طب ما هي دي الابدية. تعرف الابدية ايه؟ الابدية يرفع فيها سلطان الزمن. طب الكنيسة عايزة تدربك على الأبدية، فبتعمل إيه؟ إيه الأبدية؟ الأبدية الوجود الدائم في حضرة الله. إن لم تتدرب على الأبدية من الآن في الكنيسة، ما هو نقدر نقول دلوقتي الكنيسة بتعمل لنا بروفة السماء، دي البروفة. لو مش هنتدرب على البروفة مش هنحتمل الحقيقة. عشان كده بتغيرنا إلى سماوي، والمادي إلى روحي، والإنساني إلى إلهي، وذلك بقوة الروح القدس. في العبادة يلتقي المؤمن مع الثالوث القدوس ويمجده، وتؤسس إعلان محبة الثالوث القدوس. عشان كده تلاقي عبارة محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس، مجدا وإكراما، إكراما ومجدا. تلاقي دايما عبارات تكلمك عن الثالوث، المجد لك مع أبيك الصالح والروح القدس. عبارات كتير تدخلنا في شركة الثالوث. في العبادة يتم اللقاء بين الله والإنسان، وكأن العبادة تضع الإنسان على جبل طابور الروحي لكي تدخله إلى المجد الإلهي. عارف المفروض يجيلنا شعور كده، يجيلنا شعور كده وإحنا في العبادة: جيد يا رب أن نكون هاهنا. يجيلنا شعور في العبادة، عارف لما يقولك: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا؟ إيه الجمال ده؟ الكنيسة جعلت عبادتها من جبل طابور روحي تخليك تشعر بالوجود في حضرة ربنا. عشان كده في جزء مهم جدا لينا احنا كخدام وبنعمة المسيح ننقله للمخدومين. كلمة مهمة جدا اسمها الإدراك. إيه الإدراك؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ إيه اللي بيتقرب؟ هل المسيح حاضر في العبادة؟ هل أنا فاهم؟
بتاخد بالك كده ان اول لما ابونا مثلا في بقى رفع بخور باكر ولا في العشية اول ما يخلص يدخل الهيكل ويحط بخور والمجد يملأ المكان، حضور الله. هل شاعر بكده وانا اشعر بكده وبحب كده وبحب احضر ده؟ يقولك على البابا كيرلس كان من اكتر الحاجات اللي يحرص على حضورها وممارستها وبالكامل وهو اللي يعملها رفع بخور باكر. صدقوني كنت لسه واخد بركة أبونا رفائيل أبامينا وبقول له غريبة، يقول لي عايز يعلم الكنيسة، عايز يعلم الكنيسة. وعجيب أنه المفروض البطرك يعني يشرك معاه حد من الأبهات، يعني مثلا يقول شليل إريني باسي، بعد كده أبونا مثلا يقول وشيت المرضى، لا ده كان يصلي باكر كلها لوحده. عايز يقول لهم دي حاجة إيه؟ حاجة مهمة، حاجة مهمة. فرحان، حاسس بالحضور، الإدراك، إدراك حضور المسيح في كل عبادتنا، إدراك حضور الروح القدس. الروح القدس بيحل، آه طبعا. أبونا الكاهن تيجي كده لحظة كده الشماس يقولك اسجدوا لله بخوف ورعبة، والكاهن بقى يقول له ليحل روحك القدوس رب علينا، علينا على المؤمنين وعلى هذه القرابين المقدسة، وينقلها ويظهرها قدسا للقديسين. نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسأل منك إيه؟ أن يحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين. الإدراك، إدراك إنه أنا ساجد دلوقتي الروح القدس بيحل، بيعمل إيه؟ يقدس القرابين، بيعمل إيه؟ يحول الخبز إلى جسد والخمر عصير الكر إلى دم. وأبونا بعدها يقول لك وهذا الخبز يجعله جسد وهذه الكأس أيضا دما كريم. هل مخدومينا فرحانين بهذا الحضور الإلهي وهذا الحلول اللي من الروح القدس اللي بيحل عليه ويطهره ويحول الإصرار؟ هل أنا مدرك إن في حضور للملائكة، في حضور للقديسين في القداس؟ عايزين نتكلم عن العمق الكنسي، عايزين نفرح ولادنا. ولادنا مشدودين بروح العالم وبالكذا وكذا وكذا، عمالين نشتكي، عمالين نجري وراهم عشان خاطر، طب ما نعرفهم الكنز، ما نعرفهم الغنى، ما نعرفهم القوة. ما هو لو ما دقوش الحاجات ديت هيبقى إيه؟ هنحس ان احنا فقراء، ونحس ان احنا مش بس فقراء، لا ده احنا كمان ضعفاء. احنا مش ضعفاء ولا فقراء، وهو قال لنا الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. اللي عمالين نشتكي منه ده شويه اللهو ده بتاع الميديا والفيسبوك ولا مش عارف ايه، ده ولا حاجه ولا حاجه. ده قصاده ربنا عطينا نعم أضعاف أضعاف، بس المهم إدراكها. عارفين القصة المشهورة اللي تقول لك واحدة ست غلبانة كان في ناس بيبعتوا لها شيكات اعتبرتها إن هي إيه؟ كارت معايدة. إحنا عاملين كده، إحنا مصادر القوة بتاعتنا معتبرينها إنها شوية أشكال. لا دي مش أشكال، مش أشكال، ده فعل حقيقي، إدراك. هل أدرك إن في محفل ملايكة بيحضر معانا في القداس والقديسين؟ هل بأدرك بكده؟ مش إحنا نقول الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافين. حاضرين في وسطنا، آه حاضرين في وسطنا، وتلاقي الكنيسة مليانة صور قديسين، مليانة، عشان عينك متيجي على أي حتة تلاقي ماريا الإسماري، مرقس، البابا بطرس، بولس، الاثنى عشر، ست العذراء، الملك ميخائيل، عمالك كنيسة تقول لك خلي بالك انت هنا فين؟ انت في محفل ملائكة، انت دلوقتي ساكن مع سكان السماء. طب بأدرك معاني الكلمات والنغمات الإلهية المفرحة اللي بتنقلي معاني؟ هل بأدرك؟ هل بتفاعل مع كل نغمة؟ هل حاسس باللي بيتقال؟ تلاحظ النهاردة الكنيسة وقفت الصوم الكبير، مش كده؟
راح نصليها بايه؟ فريحي. تقول لك لا عيد البشاره ده راس الاعياد. طب دي مختلفه طبعا طبعا. تبص تلاقي النغمه عاليه جدا, تبص تلاقي يقول لك سبح الله, حاجه كده عاليه قوي, حاجه عاليه جدا. غير لما كنا بنقول سبح الله في جهة. لا دي مختلفه خالص, دي حاجه ودي حاجه. هل ولادي حاسين بمذاقه ان كل مناسبه لها نغمه ومدركين هذا؟ مدركين هذا؟ معلش سامحوني وانا اولكم, يعني احنا بنحس ان احنا عاملين ندي ولاد مناهج مناهج النهارده الدرس كذا كذا, بس طب وبعدين؟ يعني ايه المحصله؟ طيب ده الكنيسه فعلا؟ تيجي مثلا تشوفهم في الكتاب المقدس تلاقي ما حاجه تقول اكن العيال كانوا بيجوا فين؟ كانوا بيحضروا دول؟ يقول لك اه كانوا بيحضروا. مش عايز اقول نموذج لاي سؤال, لكن غريبه, هم الولاد دول هم دول اللي بيجوا عندنا دايما؟ مره قالوا لنا هم معلش مخضوضين بس عشان يعني قدام كهنه وكده. طب خلاص معلش لو مخضوضين بس انا موافق, بس هي مخضوضين بس؟ ده دول المواظبين, ده دول بشهاده الكشف الغياب ان دول مواظبين. فمثلا نقول عن غير المواظبين, طب في حاجه بقى, في حاجه ايه هي الحاجه ديت؟ الحاجه دي ان انا عمال ادي 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 بس مش واخد بالي انا عايز اوصل لايه في الاخر. احيانا اقول كده بعد اذنكم, يعني ممكن حتى ايه حد يا رب واحد بس منكم يفتكر الكلام ده بيقوله الناس تانية. يعني كل مرحله كده عايزك توصل لاربع كلمات: عرف, حفظ, بدا, انتظم, ذاق. خمس كلمات. طبقهم على الاولى ابتدائي, طبقهم على سته, طبقهم على اعداديه, طبقهم على سته على ثانويه. عرف, عرف, حفظ, حفظ في ابتدائي ولا ابتدائي حفظ انا لازم ماشي. طب في ثالثه لا يكون حفظ انا لازم في المشكور الحمد لله. في سته لا يكون. طب في اعداديه لا يكون حفظ مثلا مزمورين من كل ساعه في الاشبيه مثلا. بدا يمارس التناول, يمارس الاعتراف. امتى؟ عرف, حفظ, بدا, انتظم, ذاق. تصور خمس كلمات ممكن تعمله مع المراحل جدول كده. حط لي كده اولى ابتدائي يكون عمل ايه, ثالثه, سته. تعالى بقى في حفلات الانتقال بدل ما العيال يقعدوا يعملوا تمثيليات وكلام من ده, لا نشوف ايه المحصله اللي خدناها لغايه سته ابتدائي, ايه اللي خدناه لغايه اعداديه. مش هنقعد بقى نجري ورا بعض واحنا وكل حد في كلمه مؤسفه كده. مره واحد من الخدام يقول لك معلش يا ابونا ما انت عارف الواد بيطلعوا لنا ابتدائي يعني هشكلهم ازاي؟ طب معلش يا حبيبي. بعد كده بتاع ثانوي يقول لك ما انت عارف هم الاولاد اعدادي بيطلعوا لنا عاملين ازاي؟ بعد كده الشباب بتاع الشباب ما انت عارف هم بيطلعوا لنا عاملين ازاي؟ هو مين الغلطه فين؟ يعني كلنا كده التركيب على بعضها عندنا احساس ان كل مرحله بتطلع اللي قبلها فاضيه والولاد بيجوا. ادراك, ادراك, ادراك المعاني, ادراك الكلمات النغمات, ادراك القراءات. انا اديك فكره كده سريعة, ادراك الحركات الطقسيه, اديك فكره كده سريعه مثلا, مثلا القراءات مثلا. تعرف مثلا ان في قراءات كتير في الكنيسه؟ عارف وزار يستوعب بعد في حوالي 69 قرايه في الكنيسه تتكرر على مدار السنه. في قراءه مثلا للانبياء تتكرر 20 مره, 20 مره. يعني انا لو عرفت قرايه الانبياء اكني حضرت لما اجي احضر 20 قداس ابقى فاهم احنا بنقول ايه. طب ولادنا عارفين الكلام ده؟ اهو بيحضروا خلاص. 8 توت نياحة موسى النبي ده المصدر بتاع كل الأنبياء, وكلكم عارفين إنجيل الأنبياء هيتقرأ إيه؟ إنجيل إيه؟ الويلات. ليه؟ لأنهم كان صوت
يوبخ الشعب. مثلا الشهداء مريمين العجائب، الشهداء القبطيين، الشهداء المصريين، يكلمك على لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. طب في 17 هاتور تتكرر القراءه دي 17 مره، تذكر نياحه البطاركه يوحنا ذبيح الفم ما قبل الانقسام، يتكلم عن انجيل ايه الراعي الصالح. فالولد يحضر القداس وعارف ان النهارده ابونا قرا تذكار بطرك، فالولد يبقى متوقع ان الانجيل هيبقى ايه، انا هو الراعي الصالح. طب لو البطرك ده ما بعد الانقسام هيبقى تذكار البابا بطرس خاتم الشهداء. يقرا على ايه بقى؟ يكرر 14 مره، اللي هو ايه بقى؟ عشان بقى البابا بطرس دافع الايمان، فيتقرا الجزء بتاع ايمان يقول الناس اني انا. اذا ده اختلف وده، هل عندنا الادراك ده؟ يوم استشهاد القديس استفانوس رئيس الشمامسة واحد طوبة، تكرر القراءة دي 13 مرة في القديسين الجماعات، تكرر 15 مرة لما يقول لهم ان تسلمون الى ايدي مولاه ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وانا اعطيكم فما وحكمة. الاباء الرهبان امبانتونيوس تطويبات العزارة استشهاد العزارة 30 طوبة، اللي هو استشهاد بستيس وهلبيس واغابي، يكلمك عن 23 مرة تذكار عزارة، اللي هو يقرأ الانجيل بتاع ايه بتاع العزارة الحكيمات 23 طوبة، استشهاد ماري جرجس يتقرأ 9. تخيل انت ان لما تبقى انت عاطي لولادك الفكرة دي، بتعمل لهم مسابقة وتقول لهم الانجيل ده ايه والانجيل ده ايه، الولاد يفهم ان اللي داخل عليه في الكنيسة ده سوري يعني كده مش فصل الشمس طلعه كده عجبه، لا 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 نظام. عايزة توصل لي معنى، عايزة تخلينا تصاحب على القديس ده، عايزة تخليني اعرف ان القديس والانجيل دول حاجة واحدة، القديس والانجيل دول ايه، دول حاجة واحدة. طب النغمات في الكنيسة، عندنا انواع نغمات، ولادنا عارفين في 6 نغمات، عندنا اللحن الفريح كلكم عارفين زي الاعياد السيدية، عيد الناروز لغاية عيد الصليب، عندنا كل 29 في الشهر القبطي الخمسين المقدسة، كل الفريح كلنا عارفين الكياكي، في نغمة كياكي سبحوا الله في جميع قديسي الليلويا. بنقدر نوصل دسم الكنيسة لولادنا ولا يعني ماشية كده؟ اللحن الصيامي كلكم عارفينه، في نغمتين في الصيامي، الأيام وأيام السبوت والأحد، الشعنيني ده بقى ايه رنة فرحة كبيرة، ده بيتكرر 3 مرات في السنة في حد الشعنين وفي يومين عيد الصليب. اللحن الحزيني كلكم عارفينه اللي بيتقال فين؟ في أسبوع الآلام. وطبعا اللحن السنوي اللي هو ايه على مدار السنة. طيب اذا احنا نقدر نقول كده ان احنا في حضور، في حضور المسيح، في حضور محفل القديسين، في حضور رب المجد يسوع، لان ابونا بيقول القدسات للقديسين. عشان كده نقدر نقول الليتورجيا والعمل الالهي ده هو اعظم عمل يقام على الارض في حياتنا، اعظم عمل لازم اهيئ اولادي له، ليست مجرد كلمات القداس، مجرد توسلات، انما هي الات في يد الروح القدس عشان تقدس القرابين، مش بس تقدس القرابين وتقدسنا نحن. عشان كده اللي يقولك باجي على الاخر وبتناول، قول له حبيبي انت فاتك جزء كبير من الرحلة. ينفع دلوقتي ولد ندخله امتحانات ثانوية عامة دلوقتي نقول له تعالى ناخدك في ثانوية عامة دلوقتي؟ ينفع؟ ده فاته كتير، ده لازم يدخل، ده بياخد الدروس من شعب شهر 6 ولا شهر، يقول له يا حبيبي لا لا مش هينفع. طب لملي المنهج ده شغل بقى كده يعني مش هو ده. عشان كده القداس لازم فاهم ابني ان كل جزء فقد في القداس ده مهم، صلاة الأشبية مهمة، تقديم الحمل مهم يحضره ويقول كرياليسون من قلبه بيعيش رحلة التوبة، وابونا هو بيحلل تحليل الخدام يبقى حني راسه وعارف انه بياخد دلوقتي تحليل مش حركات، آسف في الكلمة، وثنية صنامية يعني بلا معنى. لا
في ولاد يعتبر وقت السجود ده وقت هزار، يسجدوا كده جنب بعض ويهمهموا مع بعض، ما أدركوش مساكين المشكلة مش فيهم، مشكلة في إن أنا ما فهمتهمش إن إيه الوقت ده، فهمتهمش إن ده من أقدس اللحظات. ده بيقولك اسجدوا لله بإيه؟ بخوف ورعدة. حتى سامحوني الألفاظ ما ركزناش مع الولاد عليه، العربي احنا مش بنقول قبطي، ده مشكلة، مش بنقول قسط، ده احنا بنقول عربي، حتى العربي بقينا مش فاهمينه. عشان كده كلمات حركات كلها بتمر بسرعة، لكن اللي بيحيط ده بالقداس ويحضر قدام الهيكل كأنه في حالة انتظار لحدث عظيم، كأننا منتظرين من يحرك الماء عشان يكون الروح القدس اللي هيصنع معجزة المعجزات، اللي هي ايه بقى؟ تحول الخبز الى ايه؟ الى الجسد، والخمر او عصير الكرم الى الدم الإله. عشان كده الروح القدس هو الذي يقدم لنا جسد الرب يسوع اللي على المذبح، يقدم للكنيسة جسد المسيح ليصير طعامها طول مدة وربتها على الأرض، فتحيا وتعيش عليه وتزداد ثباتا في الرأس. القداس لازم يعرفوا الكنيسة انه حضور للثالوث القدوس مع البلاط الملكي اللي هو القديسين والملائكة. لما بنحضر قداس مش بس عشان نتناول، عشان نصلي، عشان نوجد امام الله فترة طويلة، عشان نشترك مع القديسين، عشان نتوب. القداس رحلة توبة، عشان اعيش حياة المسيح، عشان أعيش قصة البشرية التي جبلها الله على غير فساد، ولكنها فسدت وسقطت، ولكن لم يتركنا عنه إلى الانقضاء. عشان كده بنقدم مقابل شهوته أنه بيسبح ذاته عننا، إحنا كمان بنقول له إحنا عايزين نسبح ذواتنا، نيجي صايمين ونقف معتدلين، مش نقف كسالة، ونعبد بجدة الروح. عشان كده نقول العبادة في الكنيسة هي تعبير عن شهوة حب وشهوة وجود مع ربنا. الكلام ده مين أول ناس تعيشه؟ إحنا كخدام، ينتقل للمخدومين بالتعليم وبالممارسة، مش بس بالتعليم. لما يكون الخدام شمامسة واقفين بيتكلموا، ماذا تعلم منهم المخدومين؟ لما يكون الخدام بتوعهم نفسهم مش متفاعلين مع القداس، ماذا ننتظر من المخدوم؟ ربنا يسوع ذبح جسده من أجلنا، عبارة مشهورة جدا، لأن احنا بصبنا بشيء كامل لما يقول على القبر بتاع الست دميانة اللي كلكم رحتوا تاخدوا بركة، القبر موجود تحت وفوق منها ايه؟ المذبح. فيقول انه فوق المذبح ذاك الذي مات لأجل دميانة، تحت المذبح جسد دميانة، دميانة ماتت من أجله والمسيح مات من أجلها. قصة حب، قصة حب. عشان كده شركتنا مع القداس الإلهي، مع المسيح المذبوح، ده السر حياة الكنيسة، حملة صليبها لأنها تقتات على جسد مذبوح لأجل خلاص الإنسان. الإنسان الذي يقدم لله ذبيحة الروح المنسحق هو الذي يستحق التناول، أن يأكل من ذبيحة جسد الرب يسوع المسيح المسحوق لأجل. إذن الوقوف باستقامة، الوقوف بيقظة، الوقوف بقلب مرفوع. مش أبونا بيقول ارفعوا قلوبكم ونقول كلنا هي عند الرب؟ عشان كده أقدر أقول كده، حكاية إن إحنا نبقى بنعبد بشكل، قال لك لا، أن نعبد الله بجدة الروح، الذين يسجدون بالروح والحق. قال كده احملوا الذبائح وادخلوا إلى دياره. احملوا الذبائح، إيه الذبائح؟ احنا خلاص الكنيسة ما عادش بيدخل فيها الناس جايبة خرفان، هما جايبة ايه؟ عبادة عقلية. في صلاة من صلوات الصلح يقول لك واما الخروف فروحي واما السكين فنطقية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك. احنا بنقدم عبادة عقلية، احنا بنضع سكين روحي على اجسادنا، بنقول له هنقف معتدلين، هنرفع قلوبنا ليك، وقت السجود هنسجد، وقت العبادة نعبد، وقت
ليه؟ لأنه في اشتراك. أنت وأنت جاي القداس مش حاجة اسمها جاي تحضر وده جاي تصلي قداس. والعبادة في الكنيسة لا تعرف المتفرجين، مش أبونا وشوية شمامسة بيؤدوا حاجة يعني مش تمثيلية وأنتم متفرجين، أنتم مشاركين. يقولك يقول إيه؟ يقول الشعب. عشان كده نقدر نقول كده ربنا عايز يشوفنا في شكل عبادة جميل، وإحنا جايين مقدمين ذبائح أجسادنا وذبائح محبتنا. نحن نحضر القداس لننال التطهير الناري بواسطة جمرة الجسد الإلهي المذبوح عننا. جمرة زي الجمرة اللي شافها أشعياء والتقطها من على المذبح. الهدف الأول من التناول أن أحصل على سر قوة الموت بتاع المسيح المذبوح من أجلي. الموت عن الذات وكبريائها، عن المديح، عن كل ضعف، عن ضعف المحبة. مش المسيح بس المذبوح، المسيح يبقى مذبوح وأنا كمان إيه؟ وأنا كمان أبقى مذبوح. عن شهوات الجسد والعالم. خلي بالك أبونا مش بيكسر الجسد تمثيلية، ده بيكسره فعلا. عارف يعني بيكسر الجسد؟ عارف أبونا لما يقول كلمة وقسمه ديت، دي كلمة صعبة جدا، ويخلوا الكاهن فعلا يقسم الجسد. شيء فوق العقل. عشان كده في الصلوات السرية القديس كيرلس الكاهن نفسه يقول قدام ربنا، يقول له امنحني أن أفهم، امنحني أنا. بصراحة أمر فوق الإدراك، فوق الإدراك. عن شهوات الجسد. الكنيسة هي مكان تلاقي الخطاب المسيح المذبوح لينالوا الخلاص، مبشرين بموت الرب عنه. عشان كده القديسين لما اكتشفوا موت ربنا من أجلهم بقى سهل عليهم أن يموتوا عن أنفسهم، وأن يموتوا عن العالم، وأن يموتوا عن طبعهم، وأن يموتوا عن ماضيهم، واتحدوا بجسده المكسور وشاركوا الرب موته وتحققوا معه بقوة الموت وفعل القيامة. عندما تتلامس ذبيحة توبتنا مع ذبيحة المسيح نأخذ قوة التوبة اللانهائية من طبيعة الذبيحة غير المحدودة. عشان كده نرنم بفرح ونقول قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح. لازم نثق وندي رجاء للمخدومين بتوعنا اللي شايفين نفسهم انهم خطاة جدا، ان في دواء. زي ما قال أرميا أن لنا ترياق في جلعاد، وجلعاد هي الجامعة الرسولية الكنيسة، والترياق الذي فيها هو جسد ودم الرب إله. فأنا لازم ابني ده أديله رجاء أن الحل بتاع خطيتك في القداس. تعال يا ابني، تعال واقترب مني لكي تتبرر. تعال تعال يا ابني احضر قداس. يقول لك بس أنا واحد. يقول له اعترف، اسجد في القداس واطلب التوبة، اطلب التوبة، ما تخافش. تعالى، دم ربنا يسوع المسيح قادر أن يستوعب كل خطايانا، قادر أن يغفر، قادر أن يطهر، قادر أن يجعلك قديس، قادر. الحل بتاعك مش أن أنت تبعد، أن أنت تقرب. تعالى تعالى احضر الكنيسة، لأن الكنيسة هي في حالة بصخة أو حالة عبور لكل نفس تائبة تشرب من الدم الإلهي فتعبر الاسم وتغسل ثيابها وتبيضها. الذي يتكاسل عن حضور القداس يحرم نفسه، يحرم نفسه من تكريم الله وتمجيد الثالوث القدوس، يحرم الملائكة من فرح الحضور بتاعه. قديس غرغوريوس كان له تشبيه، يقول لك واحنا حاضرين كده في الكنيسة احنا مجد الكنيسة. ذهبي الفم كان يقول لك المسيح بدونكم محروم من أعضائه، المسيح بدونكم محروم من أعضائه. فكان يقول لك كل واحد فيكم جاي حاضر في الكنيسة ساتر جزء مكشوف من جسم الكنيسة، كأنه يعني عري.
فلما انت ما بتجيش بتبقى جزء من جسم الكنيسة عريته. تخيل يروح رابط الحكاية دي بحكاية عري نوح. فاكر انت لما نوح تعرى فعنده ابنه حام دخل وكشف عورة ابيه وخرج يعني يسخر وقال لاخواته. اخواته سطروا عورة ابيهم بس كانوا جابوا ملاية كده ومشوا بظهرهم يعني غطوه من غير ما يشوفوه بظهرهم كده. فلما نوح عرف راح لعن حام اللي هو نسله كنعان. كنعانين دول من اشر الفئات اتلعن. تصور القديس غرغوريوس يربط الموقف ده بحضورنا في القداس، يقول لك انت لما بتتكاسل بتسيب جزء مكشوف في جسد المسيح، فان كان الذي لم يغطي العري لعن فكم يكون الذي تسبب في العري. يا رب عليك يا قديس غرغوريوس، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ مش عارف. ناس عايشه الكنيسه والانجيل بشكل عميق جدا. قديس غرغوريوس الكبير اللي بيتكاسل حضور القداس يحرم نفسه من تكريم وتمجيد الثالوث، يحرم الملائكه من فرح الحضور، يحرم الخطاه من الرحمه، لان انت طول ما انت بتحضر لسه عمال تطلب. يحرم المؤمنين من المعونه. مش انت هتيجي تصلي عن المرضى؟ مش انت هتيجي تصلي عن الراقدين؟ مش هتيجي تصلي عن المسافرين والراقدين من اكتمال نياحهم؟ عشان كده بقى نختم الكلام. العبادة المسيحية أو الكنسية ليست نوعا من التجارة يساوم المتعبد الله في الملكوت الذي وعد به السيد المسيح. وسمحوني في الكلمة، فكر كبير عن الليتورجيا بتاعتنا هو فكر مساومة، اللي هو إيه؟ نجح الولد وجوز البنت واشفي الراجل التعبان والشخص اللي ما عندوش شغل، وديني جاي القداس واحضر ثلاث قداسات على الموضوع، بس لو ما حصلش أنا هزعل ومش هاجي تاني، أو لازم يحصل كذا أو كذا. جيد أن نطلب، جيد أن نطلب، مش هنقول ما نطلبش. ربنا يسوع يعني في كل ضيق ومتضايق، جيد أن نطلب، لكن أن نأتي لنطلب أمور زمنية فقط أو أن نأتي لنطلب لأنفسنا فقط، ده أنا جاي أكرمه هو، أنا جاي أعبده هو، أنا جاي أخرج من دايرة نفسي. الصلاة هي حديث مع الله من أجل أمور معينة، أما التسبيح فهو أرقى، هو حديث مع الله عن الله، أنا برا الموضوع، فأنا جاي أسبح. عشان كده أنت جاي تقدم نوع من أنواع الحب. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، كلها نوع من الحب. يربط الإنسان بالآب في شخص ابنه يسوع المسيح. لا يمارسها المؤمن خوفا من عقاب ولا ابتغاء مكافأة. الطلبات اللي جاي تطلبها، اطلب أولا الملكوت، واطلب مغفرة خطاياك، واطلب التوبة، واطلب الفضائل، واطلب الحياة المقبولة، واطلب النعمة والمعونة في أمور حياتك، واطلب توبة عن خطأ، واطلب عن أمورك الزمنية، بس حط الأول كل دول، واطلب عن أهلك وعن إخواتك وعن بيتك وعن شغلك وعن. في هذا يقول القديس زبيل: فهم القديسون لا يحبون الله من أجل خيراته، إنما يحبون الخيرات من أجل الله. أحيانا نحن بنقف عند حتة نحن بنحب الله من أجل إيه؟ من أجل خيراته. لا، إحنا بنحب نحب الخيرات من أجل الله. إيه الخيرات من أجل الله؟ توبتنا، عبادتنا، عبادة الشعب، عبادة الكنيسة. ألا تعلم أن مكافأتك ستكون أعظم إن تممت عبادتك دون انتظار للمكافأة؟ العبادة وهي سر اتحادنا بالرأس يسوع المسيح السماوي، إذ يليق بها أن تحمل السمة الإسخاتولوجية. إسخاتولوجية يعني الأخروية أو الأبدية يعني. لنعجب إلى أين رفع الكنيسة؟ لقد رفعها كما بوسيلة تعني، وأقامها في الأعالي وأجلسها على عرش سامي، لأنه حيث يكون الرأس هناك يوجد الجسد. يعني المسيح قال لنا تعالوا، أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات، لا يوجد فاصل بينهم، وإلا فلا يعود الجسد جسدا ولا الرأس رأسا. طالما الرأس مفصول على الجسد يبقى لا الجسد جسد ولا الرأس رأس. لكن المسيح
جمعنا مع بعض الراس مع الجسد في استطاعتنا إن أردنا ألا نكون في الجسد بل نكون في الروح في السماء، لندخل إلى نفوسنا إلى السماء في الروح، لننكس في سلام مع الله ونعمته، ولنتحرر من جميع أخطائنا، فننعم بالصالحات في المسيح يسوع. أسقف اسمه قديس سيرابيون يقول بعض عبارات: بعد التناول إلهج بشكر لله دائما متذكرا أنك حصلت على أعظم عطية في الوجود ونلت شفاءك وقيامتك. الإفخارستية هي قلب العبادة المسيحية والحياة المسيحية وعمودها الفقر. هب لأجسادنا نموا في النقاوة ولنفوسنا نموا في الفهم والمعرفة خلال تناولنا الجسد والدم الأقدسين. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسلوا. ربنا يدينا أن نكون خدام كنسيين، خدام زقنا الكنيسة وأحببنا الكنيسة، فبقينا نقول لكل ولادنا تعالوا انظروا، تعالوا دوقوا، تعالوا شوفوا، قد وجدنا مسيح، وجدنا خلاصنا، وجدنا فرحنا، وجدنا سرورنا، وجدنا نمونا. ومن أجمل ما يوجد في الكنيسة أنها لا تتوقف عند حد أبدا في الإدراك. كل من وصل إلى إدراك معين في معاني الكنيسة ما يتوقفش. تلي بيعمل إيه؟ بينمو ينمو ينمو، لأن غمر ينادي غمر. ربنا يبارك فيك ويبارك في اجتماعك ويبارك في الأباء وفي الخدمة ويكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته لإلهنا المجد.